بك أن عبد الكريم اليوم راك مساعد أول قائد فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني في بومرداس، وأنت اللي راح تقود المهام تاع هذه الوحدة في هذا اليوم. مساعد الأول، أفراد راهم جاهزين باش نباشروا ونفذوا المهام اليومية تاعنا. فو تفضل معايا المساعد. كرامات المساعد الأول. كرامة ولدي. أفراد راهم جاهزين باش تنفذ المهام. تفضل. فو فوق أميت بقول لك سوريا إيدا سوريا إن شاء الله بكون سوريا إن شاء الله عندك مخالف مخالف يا شاب هو مخالف عاونك شاب يا حشاب يا حشاب فك في تعبات في تعبات بياني أفضل مرحبا بك مساعد الاول تفضل انا في مجموعه بومرداس نشاط خدمت طوبيلات حبشتها دير شرط الطريق ساعدت مستعملي الطريق. ايه. بس ما درت لهم مساعدة ما بغيتش تكون معاهم صارم اليوم بزاف. دور الوقائي تاع الدرك الوطني. ايه. ايوا الدرك الوطني. دور الوقائي نديروا الوقاية وكاين اللي نقولوا له مرة وزوج وما ينفجش نديروا له الدور الردعي. ايه. إليكم كل الشكر إن شاء الله. ما كاينش مشكل. الدرك الوطني راه في خدمة المواطن. ان شاء الله هذه ماشي شعار ان شاء الله نحاولوا احنا هنا في بومرداس ان شاء الله نجسدوها في الواقع دونك وقتها ما بغيت تجي في بومرداس الدرك الوطني مرحبا بك وهذه شهاده تكريم حطها لك احكم عليها صح فيه هو درت تقرير مهني درت تقرير تاعها لي اللي تحاول قول طرقات ولا هي مهمه حبست طروبيلات الطريق الوطني فات كنت حاميني خصوصا كل حوت طرقات ولكن خصوصا لا داش نتكون حاميني في اطار توطيد العلاقات بين مصالح الدرك الوطني ومع مختلف شرائح المجتمع وبناء على طلب من مدير المركز البيداغوجي النفسي لذوي الاحتياجات الخاصه بالصغيرات المتمثل في تحقيق حلم الطفل العلاوي عبد الكريم الساكن ببلديه كعب جنات ليكون دركي ليوم واحد فتحت المجموعه الاقليميه للدرك الوطني ببومرداس ابوابها لهذا الطفل لتحقيق حلمه من خلال استقباله بمكتب قائد المجموعه الى جانب تنظيم خرجه ميدانيه رفقه المصالح التابعه للمجموعه اين شارك في مختلف المهام الميدانيه للدركي كما ساهم في تنشيط حمله تحسيسيه حول السلامه المروريه عن طريق توقيفه لعده مركبات وتوزيع قصاصات بها نصائح وارشادات لمستعملي الطريق هكذا تكون المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس قد ساهمت في تحقيق حلم الطفل عبد الكريم ومعايشته للظروف الحقيقية لحياة الدركي.